بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ الحجة جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحيه في الدارين، آمين. المجلس الثاني في النوع الرابع والأربعين في مقدمه ومؤخره، وقسمه إلى قسمان. القسم الأول ما أشكل معناه وتكلم عنه بالأمس. اليوم نتكلم على القسم الثاني، وهو ما ليس كذلك، يعني ليس فيه إشكال، ولكنه ليكون ليه هدف آخر، غير أن هو الإشكال اللي هو ما يقدرش يعرفه إلا واحد من العلماء، زي الأمثلة اللي جناها امبارح. لكن هنا ما ليس كذلك، يعني ما ليس فيه إشكال، يكون يقدمه إما للاهتمام به أو لسبق زماني أو مثلا لزيادة فضيلة أو أسباب أخرى، فهمت بقى؟ يبقى في أسباب أخرى للتقديم والتأخير. وقد ألف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابه المقدمة في سر الألفاظ المقدمة، قال فيه: الحكمة الشائعة الذائعة في ذلك الاهتمام، كما قال سيبوي في كتابه، كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم، وهم ببيانه أعنى، يعني أكثر اهتماما يعني وأكثر عناية. يبقى قال إن في سبب إجمالي للتقديم، وهو الاهتمام بالمقدم. طب أسباب الاهتمام بقى تختلف، عشان كده قال هذه الحكمة إجمالية، اللي هي حكمة للاهتمام. وأما تفاصيل أسباب التقديم وأسراري فقد ظهر لي منها في الكتاب العزيز 10 أنواع. الإمام السيوطي حاول يقسمها بقى لأسباب التقديم العشرة أنواع. النوع الأول التبرك، كتقديم اسم الله تعالى في الأمور ذات الشأن، ومنه قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. هي شهد الملائكة وأولي العلم أنه لا إله إلا هو، فقدم الله سبحانه وتعالى هنا تبركا. وقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. هو للرسول ده هو لله، لأن الرسول هياخده هيقسمه في الوجوه، فهمت؟ لأن القسم الذي لله هو أصل للرسول، واضح؟ فقدم هنا الله على سبيل التبرك. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. الثاني، السبب الثاني للتقديم، التعظيم، كقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول ان الله وملائكته يصلون والله ورسوله احق ان يرضوه. كل ذلك الامثله دي كلها كان السبب في التقديم التعظيم. الثالث، التشريف، كتقديم الذكر على الأنثى نحو: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ما قالش المسلمات والمسلم والمسلمين، لا، قال المسلمين الأول، قدم الذكور على الإناث. وكذا الحر، ليه جنس الذكور خرج منهم الأنبياء؟ الأنبياء النساء لو كملوا يبقوا صديقة، والصديقات في النساء 4 بس، واخد بالك؟ اللي هو ستنا فاطمة بنت رسول الله، وستنا خديجة، وستنا مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون. لكن الكمل في الرجال كتير قوي، أولياء وعلماء وأنبياء ورسل، وبالتالي قدمهم، واضح؟ للتشريف: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية، 10 أقسام في سورة الأحزاب. والحر في قول: الحر بالحر والعبد بالعبد، فقدم الحرية على العبودية، والأنثى بالأنثى أخرها
في الآخر، لأن العبد بالعبد ذكر، والذكر له قوة مع الأنثى حتى ولو كان عبدا. والحي كذلك قدم الحي على الميت في قوله يخرج الحي من الميت، وكذلك وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وقدم الخيل في قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما قالش الحمير الأول ولا قال البغال الأول، قال الخيل لأن هي أرقاها. وكذلك السمع في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وقوله إن السمع والبصر والفؤاد، وقوله إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. حكى ابن عطية عن النقاش أنه استدل به على تفضيل السمع على البصر، ولذا وقع في وصفه تعالى سميع بصير، ما قالش بصير سميع ولا مرة في القرآن، قال سميع بصير في الأمر بتقديم السمع. ومن ذلك تقديمه صلى الله عليه وسلم على نوح ومن معه في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ابتدى بالنبي الأول، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وكذلك تقديم الرسول في قوله من رسول ولا نبي، لأن الرسول نبي وزيادة، زيادة إرسال. وتقديم المهاجرين على الأنصار في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وتقديم الإنس على الجن حيث ذكر في القرآن. وتقديم النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين في آية النساء. وتقديم إسماعيل على إسحاق لأنه أشرف بكون النبي صلى الله عليه وسلم من ولده، وأسن لأنه أكبر منه سنا كمان. وتقديم موسى على هارون لاصطفائه بالكلام، وقدم هارون عليه في سورة طه رعاية للفاصلة، رب هارون وموسى في طه رعاية للفاصلة بس. وكذلك تقديم العاقل على غيره في قول متاعا لكم ولأنعامكم، فبدأ بينا احنا لأن عقلاء وبعدين للأنعام. تقديم جبريل على ميكائيل. انا اللي عديتها، وتقديم جبريل على ميكائيل في آية البقرة، انا الحين عديتها لكن موجودة عندي. وتقديم جبريل على ميكائيل في آية البقرة لأنه أفضل، وتقديم العاقل على غيره في قول متاعا لكم ولأنعامكم، وكذا يسبح له من في السماوات والأرض، وبعدين بعدها والطير صفات، ومن للعاقل. وأما تقديم الأنعام في قول تأكل منه أنعامكم وأنفسكم، تأكل منه أنعامهم وأنفسهم في سورة السجدة، هنا قدم الأنعام على الأنفس، فلأنه بيتكلم على الزرع، والزرع الأنعام إيه يناسب الأنعام لأنها بترعى فيه، فلأنه تقدم ذكر الزرع فناسب تقديم الأنعام بخلاف آية عبس، فإنه تقدم فيها فلينظر الإنسان إلى طعامه فناسب تقديم لكم. وكذلك تقديم المؤمنين على الكفار في كل موضع، وأصحاب اليمين على أصحاب الشمال، والسماء على الأرض، والشمس على القمر حيث وقع، إلا في قوله خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، قدم القمر في الموضع ده بس في سورة نوح. فقيل لمراعاة الفاصلة، وقيل لأن انتفاع أهل السماوات العائد عليهن الضمير به أكثر. وقال ابن الأنباري يقال إن القمر وجهه يضيء لأهل السماوات وظهره لأهل الأرض، ولهذا قال تعالى فيهن لما كان لما كان أكثر نوره يضيء إلى أهل السماء. وده كلام كان بيعتقد أهل الهيئة زمان، ثم ثبت العلم الوقت بخلافه، فليس هو علم، ده كان اعتقاد عندهم وثبت العلم بخلافه. ومنه تقديم الغيب على الشهادة في قول عالم الغيب والشهادة، لأن علمه أشرف وأوسع كمان، الغيب أوسع. وأما فإنه يعلم السر وأخفى، فقدم السر، والأخفى أخفى من السر،
فأخر فيه رعاية للفصل. الرابع المناسبة، وهي إما مناسبة المتقدم لسياق الكلام كقولي ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، فإن الجمال وإن كان ثابتا حالتين، أيوة مكتوب على الجمال بالجمال، ملهاش لازمة بالجمال دي، الجمال على طول. فإن الجمال وإن كان ثابتا حالتي السراح والإراحة، إلا أنها حالة إراحتها، يعني السراح لما بتسرح راحة الأول، راحة جعانة تعبانة همدانة صحية من النوم كسلانة، لكن الرواح والرجعة شبعانة نشيطة، فهمت؟ فقدم إيه الرواح على السراح، مع إن السراح في الترتيب الأول، فهمت؟ وإن كان ثابتا حالتي السراح والإراحة، إلا أنها حالة إراحتها وهو مجيئها من المرعى آخر النهار، يكون الجمال بها أفخر، إذ هي فيه بطان، بطان يعني إيه؟ شبعانة يعني. وحالة سراحها للمرعى أول النهار يكون الجمال بها دون الأول، إذ هي فيها خماص يعني فارغة البطون جائعة. ونظير قول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قدم إيه؟ الإسراف على الإقتار، لأن الإسراف فيه النفقة والنفقة أشرف. قدم نفي الإسراف لأن الشرف في الإنفاق، ممكن تقول الصرف والشرف تنفع الاثنين، الشرف والصرف، وهي نسختين كده في المخطوطات، بعض المخطوطات المكتوبة الصرف وبعض المخطوطات مكتوبة الشرف، تنفع الاثنين والمعنى صحيح. وقوله يريكم البرق خوفا وطمع، قدم البرق لأن تملي البرق قبل ما تشوف ايه ما ينزل ايه المطر. يريكم البرق خوفا وطمعا، لأن الصواقع تقع، الصواعق تقع مع أول برقة، ولا يحصل المطر إلا بعد توالي البرقات. وقول وجعلناها وابنها آية للعالمين، قدمها هنا على ابنها، لم مع إن هي ابنها أفضل منها، ابنها نبي رسول وهي صديقة، لكن قدمها هنا على الابن لما كان السياق في ذكرها، لأنه ذكر مريم، مذكور في كتاب مريم، فهمت بقى؟ لما ذكرها الأول ذكرها كان مناسبا أن يتكلم، لأن السياق في ذكر مريم وقصتها حال ولادة ابنها في سورة مريم، مش قال واذكر في الكتاب مريم، ولا قال اذكر عيسى، قال مريم، فكان مناسبا أن يقدمها على ابنها، واضح؟ قدم على الابن لما كان السياق في ذكرها في قوله التي أحصنت فرجها في سورة التحريم، وجعلناها وابنها آية للعالمين برضو، والتي أحصنت فرجها، ولذلك قدم الابن في قوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية، إيه قدمه ليه؟ لأنه بيتكلم فينا على الأنبياء، ذكر سيدنا موسى وبعديه سيدنا عيسى في المؤمنون، فقدم الابن، يعني في كل موضع التقديم يكون ليه مزية في السياق. ومنه قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، فقدم الحكم على العلم، في حين أن الترتيب العلم أولا ثم يأتي الحكمة. ليه؟ لأن بيقدم بيتكلم على إيه؟ على قضية الحكم في الغنم التي نفست فيها الحرث، نفست في الحرث، فكانت القضية والسياق في الحكم فقدمه، اللي ففهمناه سليمان. وكلا أتينا حكما وعلما، قدم الحكم وإن كان العلم سابقا عليه، لأن السياق فيه لقوله في أول الآية إذ يحكمان في الحرث. وإما مناسبة للفظ هو من التقدم أو التأخر كقوله تعالى الأول والآخر، قدم الأول لأن الأول قبل الآخر. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، لأنه برضو سبقونا. ولمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر بما قدم وأخر، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، كلها نفس الحكاية، مناسبة التقدم على التأخر. وكذلك لله الأمر من قبل ومن بعد، له الحمد في الأولى والآخرة. وأما قوله فلله الآخرة والأولى في النجم، فلمراعاة الفاصلة، واضح؟ وكذا قول جمعناكم والأولين،
يعني بدأ بينا وبعدين الأولين في المرسلات علشان برضو الفاصل. الخامس الحث عليه والحض على القيام به حذرا من التهاون به كتقديم الوصية على الدين، في حين أن الوصية مستحبة والدين واجب، واجب قضاؤه، فهمت؟ في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الدين مقدم عليها شرعا، لأن الإيه الدين واجب الأداء والوصية مستحبة الأداء. السادس السبق، وهو إما في الزمان باعتبار الإيجاد بتقديم الليل على النهار والظلمات على النور وآدم على نوح ونوح على إبراهيم وإبراهيم على موسى وهو على عيسى وداود على سليمان وكذلك الملائكة على البشر، في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وعاد على ثمود لأن عاد كانت قبل ثمود زمانا، والأزواج على الذرية في قول قل لأزواجك وبناتك، لأن الزوجة قبل ما يبقى في بنات وذرية، والسنة على النوم في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، أو باعتبار الإنزال كقوله صحف إبراهيم وموسى وأنزل التوراة والإنجيل، فذكر التوراة الأول لأنها سبقت على الإنجيل، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، أو باعتبار الوجوب والتكليف اركعوا واسجدوا، فالركوع بيبقى قبل السجود فقدمه أولا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، برضو إيه بدأ بالوجوه قبل الأيادي. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، أو بالذات، بالذات لأنه التقديم في ذاتي زي الأعداد، الواحد قبل الاثنين والاثنين قبل الثلاثة والثلاثة قبل الأربعة، زي مثنى وثلاثة ورباع، أو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم، وكذا جميع الأعداد كل مرتبة هي مقدمة على كل مرتبة هي مقدمة على ما فوقها بالذات. وأما قوله أن تقوموا لله مثنى وفرادى، هنا قدم المثنى على الفرادى ليه؟ تقديما لأن إيه؟ لأن الخروج مع الجماعة في مناقشة الأمر يتضح لك أكثر من أنك تنفرد بنفسك. فللحث على الجماعة والاجتماع على الخير. يعني أنت في وسط الجماعة إدراكك للخير أكثر من أنك أنت تنفرد بنفسك وتحاول تفكر فقد تخطئ، لكن الجماعة بيقوم أفرادها بيقوم بعضهم بعض. السابع السببية كتقديم العزيز على الحكيم لأنه عز فحكم، والعليم عليه لأن الإحكام والإتقان ناشئ عن العلم. وأما تقديم الحكيم عليه في سورة الأنعام فلأنه مقام تشريع الأحكام. ومنه تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفتح إياك نعبد وإياك نستعين لأنها سبب حصول الإعانة، وكذا قوله يحب التوابين ويحب المتطهرين لأن التوبة تؤدي إلى الطهارة، لأن التوبة سبب الطهارة. كذلك لكل أفاك أثيم لأن الإفك سبب الإثم. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لأن البصر داعية إلى الفرج. الثامن الكثرة، ساعات يقدم الأكثر على الأقل كقوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لأن الكفار أكثر من المؤمنين بنسبة واحد للألف، المؤمن واحد من كل ألف من بني آدم واحد مؤمن، وإيه و999 كفار من أهل النار خالدين فيه، وبالتالي قدمهم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لأن الكفار أكثر، فمنهم ظالم لنفسه قدم الظالم لكثرته، ثم المقتصد ثم السابق، ولهذا قدم السارق على السارق لأن السرقة في الذكور أكثر، وقدم في الزنا الزانية على الزاني لأن الزنا في النساء أكثر. ومنه تقديم الرحمة على العذاب حيث وقع في القرآن غالبا، ولهذا ورد إن رحمتي غلبت غضبي،
وقولوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قدم الأزواج في العداوة، لأن إيه عداوة الزوجات إيه أكثر من عداوة الأولاد في الوقوع، من حيث الوقوع. قال ابن الحاجب في أملي: إنما قدم الأزواج لأن المقصود الإخبار أن فيهم أعداء. وطبعا الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني إيه بيتكلم على الزوجات والأولاد الذين رفضوا الدخول في الإسلام وإيه واستمروا على الكفر، فكانوا يخرجوا في الغزوات يقتلوا إيه في الحروب، يقتلوا أقاربهم إيه المؤمنين. فيبقى إيه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إما عداوة دينية كما كان يحدث، أو عداوة إيه عداوة فتنة إنها تشغلك القيام بحقهم وإيه والسعي في نفقتهم، قد يشغلك عن ايه عن عبادات كثيرة، فتبقى اما ايه العداوة هنا عداوة فتنة، او التانية عداوة دين، تحتمل الاتنين. لان احنا قلنا الرسول بيقول ايه الاولاد مجبنة مبخلة، الاولاد مجبنة مبخلة، يعني ايه اما بيبقى عندك ولاد تقوم تجبن انك انت تخرج القتال، تقول انا اخاف اموت خليني اقعد اربي العيال، وتيجي تتصدق تقول ما تخليهم للعيال، فهمت ازاي؟ فايه فيبقى اللي عنده عيال تلاقيه يميل للبخل شويه لانه عايز يخلي نفقته للعيال، ويميل كمان انه هو ما يخرجش للقتال خافت انه يموت ويترك اولاده ايتام. عشان كده النبي بيقول ايه مجبنه مبخله، فهمت؟ ادي معناها فتنه، فهمت؟ يعني لازم محارب ايه؟ لازم نحارب يعني هذه الوريثة، ايه؟ لازم نحاربها يعني ننفق على طول؟ انفق ما فاض عنك، لكن ساعات يبقى فايض عنك وتقول لما اشيلهم علشان ابقى اجوز العيال، ولسه الواد بيرضع، هي هتجوز امتى ده؟ فهمت؟ يعني ايه ما امتى بتنفق؟ بتنفق العفو الزائد عن ايه؟ لكن احيانا كثير جدا اللي عنده اولاد حتى اللي يزيد يحوشه يكنسه ويعملوا شهادات مجمده، واخد قاعد يجمد مش عارف هيجمدها، طاف دي فريزر. وكذلك لأن إنما قدم الأزواج لأن المقصود الإخبار أن فيهم أعداء، ووقوع ذلك في الأزواج أكثر منه في الأولاد، وكان أقعد في المعنى المراد فقدم، ولذلك قدمت الأموال في قول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأن الأموال لا تكاد تفارقها الفتنة. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، مجرد أن يستغني بالمال يرى نفسه أنه إيه يطغى على الناس، وليست الأولاد في استلزام الفتنة مثلها، فكان تقديمها أولى. التاسع الترقي من الأدنى إلى الأعلى، كقول ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، وزي برضو منهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على إيه رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ابتدى اللي ملوش رجلين وهكذا. بدأ بالأدنى لغرض الترقي، لأن اليد أشرف من الرجل، والعين أشرف من اليد، والسمع أشرف من البصر، ومن هذا النوع تأخير الأبلغ، وقد خرج عليه تقديم الرحمن على الرحيم، لأن الرحمانية أبلغ من الرحيمية، والرؤوف على الرحيم كذلك، لأن الرأفة هي رحمة وزيادة شوية. والرسول على النبي في قوله وكان رسولا نبيا، وذكر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصلة. العاشر التدلي من الأعلى للأدنى، وخرج عليه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هذا ما ذكره ابن الصائغ. عندي بقى إيه الشيخ الدكتور متولي منصور، محمد متولي منصور، قايل ابن الصائغ في الآخر هنا عرفه، قال هو محمد بن عبد الرحمن بن علي شمس الدين الحنفي من علماء مصر في القرن الثامن، كويس؟ وقال ابن الصائغ في الأول خالص هو نفسه، عرفه واحد تاني، يبدو ان في كذا عالم اسمه ابن الصائغ، فهمت؟
فجاء في اول خالص بيقول ايه، احنا قلنا الثاني اول ما بدانا الدرس النهارده، ما ليس كذلك وقد الف فيه العلامه شمس الدين ابن الصائغ، كاتب تحت هو مين بقى؟ هو عبد الرحمن ابن يوسف ابن زين القاهري ابن الصائغ شيخ الخطاطين في عصره، ولد سنه 779 ومات سنه 845 من اهل القاهره، والصائغ صناعه ابيه. كويس؟ عرفوا هنا ان ده عبد الرحمن ابن يوسف ابن زين الدين، وهو في الاخر هذا ما ذكره ابن الصائغ عرفه واحد تاني. فده خلل في الايه؟ خلل في الايه؟ في التحقيق، فكان لازم يراعى. فهمت ازاي؟ فانا مش عارف ازاي اختلت عليه هذا ومرت عليه. ابن الصائغ نفسه هنا وبيقول لك ابن الصائغ نفسه اللي هو ذكره يجيب لك ده واحد وده واحد. هو طبعا في ابن الصائغ كتير في العلماء اسمهم ابن الصائغ كتير، حتى لحد دلوقتي في ممثل في الخليج اسمه ابن الصائغ كمان يعني. هتقول اذكر ما تعرفه عن ابن الصائغ، هتقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة عشرين، في كتير اسمه ابن الصائغ. فأنت بتقول كده ابن الصائغ لازم تحدد واحد، وفي نفس الكلام بتقول اللي قاله ابن الصائغ اللي هو نفسه ده تقوم تجيب لي واحد تاني ابن الصائغ تاني، تلخبطني. واخد بالك؟ فما يصحش، كانت لا تصح. والمفروض اننا نبلغ المكتبة اللي هي دار التراث اللي طبع الاتقان بتحقيق الدكتور محمد متولي منصور انها تراعي مثل هذه الاشياء في الطبعات القادمة. مين يبلغ؟ اللي بيبلغوا ماتوا. وذكر غيره اسبابا اخر، منها كونه ادل على القدرة واعجب كقول فمنهم من يمشي على بطنه، وقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، فتسبيح الجبال الجماد أعجب من تسبيح الطير وهو بيتحرك، وبذلك قدم الجبال عليه، قدم الجبال على الطير لأن تسخرها له وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان ناطق. ده قاله الزمخشري يا مولانا. ها؟ قال الزمخشري. قال الزمخشري قدم الجبال على الطير. على الطير. والطير حيوان ناطق، دي مش حلوة. والطير حيوان متحرك، ها؟ مش ناطق. حيوان ناطق ده الإنسان، مش كده؟ ناطق وضاحك كمان. في حيوان بيضحك؟ القرد بيضحك؟ شفنا قرود؟ ما أعرفش، عايزين نسأل. بتهيألي إن مفيش حيوان بيضحك خالص إلا الإنسان. كويس؟ لكن في بعض الطيور تنطق تقليدا زي الببغان، في بعض الببغاوات بتنطق تقليدا، واخد بالك؟ ولكن على اي حال الحكايه قابله للمناقشه هنا، حكايه الطير حيوان ناطق دي قابله ايه؟ ناطق اذا كان ببغاء ماشي، من بعض انواع الطيور. والهدهد كلم سيدنا ايه؟ سيدنا سليمان بس بلغة الطير يعني. ربما يقصد إصدار صوته. يمكن يقصد بالنطق اللفظ، اللفظ. والطير حيوان له صوت تمشي. أما نقول حيوان له صوت تمشي. ويكفي إن هو حيوان، ده جماد وده حيوان. آه أرقى. أرقى من الجماد. وأرقى من النبات. لأن النبات نامي بغير إيه؟ بغير حركة. لكن الحيوان نامي ومتحرك بالإرادة. جذوره طلعت من الارض فمشي بيها، لكن النبات جذوره غرست في الارض فثبت. فهمت بقى؟ يعني رجلين الشجره في الارض كده جذور، لما بقى الحيوان ربنا طلع جذوره بره بقت رجلين يمشي. سبحانه يخلق ما يشاء. ومنها رعاية الفواصل، وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة، ومنها إفادة الحصر للاختصاص، وسيأتي في النوع الخامس والخمسين. تنبيه، قد يقدم لفظ في موضع ويؤخر في آخر، ونكتة ذلك إما لكون السياق في كل موضع اللي هو بيسموه إيه؟ اللف والنشر الغير مرتب، بنسميه إحنا إيه؟ لف ونشر غير مرتب. يقدم لفظ وبعدين ما يجي إيه يذكره تاني يجيبه على غير ترتيب ما ذكر، بعكس ترتيب ما ذكر. ونكتة ذلك إما لكون السياق في كل موضع يقتضي ما وقع فيه كما تقدمت الإشارة، وإما لقصد البداءة
والختم به للاعتناء بشأنه، كقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت فبدأ بالأبيض وبعدين ذكر في التفصيل الأسود اللي هو مذكور بعده. ليه؟ علشان يبتدي بالبياض وينتهي بالبياض، يبقى حط السواد في النص ويبقى عندك أمل تبقى أنت أبيض بين الاثنين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ده بيسموه ايه؟ لف ونشر غير مرتب. فقال فأما الذين ابيضت اسودت وجوههم ففي ايه؟ فايه؟ فأما الذين اسودت وجوههم ايه؟ ففي النار هم فيها خالدون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وإما لقصد التفنن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدة أساليب، كما في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة في البقر، وفي آل عمران في الأعراف وقولوا حطة الأول وادخلوا الباب سجدا، واخد بالك؟ يبقى للتفنن في الخطاب. وقولوا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، دي في سورة المائدة قال فيها هدى ونور. طب وفي الأنعام قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، وبدأ بالنور قبل الهدى. كل دي ايه؟ تفننا في الخطاب وفي اساليب الخطاب. كده خلصنا النوع الرابع والاربعين، وغدا نتكلم في النوع الخامس والاربعون في عامه وخاصه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.